بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف أمس، شن أعضاء الحزب الجمهوري هجوماً عنيفاً على بايدن، متهمينه بعدم مواجهة بوتين بل مكافأته بعقد قمة لتشريع أنشطتهم حسب وصفهم. كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية مايك ماكول اعتبر أن إدارة بايدن افتقرت إلى الحسم مع روسيا وتغاضت عن محاسبة بوتين على الصعيد أو التصعيد العسكري الروسي تجاه أوكرانيا، منتقدا عدم فرض إدارة بايدن عقوبات مرتبطة بخط الغاز الروسي نورد ستريم الذي سيعزز نفوذ الكرملين في أوروبا. وفي سياق متصل، انتقد السناتور الجمهوري البارز لينسي غراهام موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الصين، معربا عن قلقه من عدم فهم الأخير لمواقف بكين وموسكو، مضيفا أن قيادات روسيا والصين لا تستجيب سوى للضغط. من جهته علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القمة أو على نتائج القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف أمس، ووصف أجواءها بالودية، مضيفا أنه وبايدن تمكنا من فهم مواقف بعضهما البعض بشأن القضايا الرئيسية. وعن رأيه بالرئيس بايدن قال بوتين إنه محترف ويجب العمل معه بحذر شديد، لافتا إلى أنه يدرك تماما ما يريده ويتصرف بمهارة شديدة. كما اعتبر بوتين أن صورة بايدن كما تصورها أو تصورها الصحافة لا تمت بصلة للواقع، مشيرا إلى أنه يبدو نشيطا وملما بتفاصيل المواضيع، متمنيا أن يسمح له بالعمل بسلام.